صلوا صلوا على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وسنه سعيده، وكل عام انتم بالف خير. يلا كتاب نعيدنا، يلا كتاب نقول لكم سنه سعيده، حيت دوك الفيديوهات كانوا مسجلين قبل من الدخول ديال السنه، ولكن راه صيفطت لكم واحد البوست ما يكون شافوا كل شيء. كنتمنى لكم سنه سعيده، تدخل عليكم بالافراح والمسرات وباي حاجه تمنيتوها تكون زوينه يا ربي في حياتكم، واللي متمني شي حاجه الله يحققها له، اللي متمني الدريه الله يجعل الصدر بيعطي الدريه، اللي متمني في وليداته الخير كنطلب من ربي لهلي يوريهم شي حاجه خايبه في وليداتهم ولا في الاهل ديالهم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد القصريه ديال الكسكسو ديال بلبوله الله يرحم الراس، اللي كانت تحت طلب ديالكم النهار اللي وريت التقضيه، والبنات بزاف كتبوا لي في التعاليق. انا عارفه كل واحد كيعرف يطيب الكسكسو، ولكن المهم انا شاركت معكم الكسكسو ديالي بطلب من الاخوات، كنتمنى يعجبكم. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نبداو على بركه الله. عندي في الخضره، انا الخضره خديت داكشي اللي تناكله وهادشي اللي كاين في السوق حاليا. خديت خيزو هنا قطعته وخليته شي شويه هكا كبير، وحط طريفت ليشو وبصيله ولفته وحده محفور وواحده داك الموف وواحده عاديه بيضاء، حيت ما كناكلوش اللفت، كياكلو غير مول الدار، ومول الدار ما تياكلش اللحم. الكسكسو باللحم الراس هو نهيله، يعني غندير حسابي انا ومصطفى وريحانه، يعني ما ياكلوش ليا، غادي نديرو انا ومصطفى. هنا خديت اللحم الراس درت هاد الطريف اللي فيه اللسان، حيت هو اللي كتكون فيه تيكون فيه اللحمه، هذا الطريف هذا صافي. وهنا علاش انا كاع وريتكم الخضره، واحد جوج فليفلات حارين، واحد الاخت جاني التساؤل تاعها كيفاش، قالت لي كتحتفظي بالقرعه، ها هي باقا من نهار تقديتها باقا هي هي القرعه. كناخذها كنحيد لها داك كتكون عندها الزريعه وداكشي ديالها، هادوك هما اللي كيخمجوا القرعه، ها هي مخامجه ما والو، باقا هي هي من نهار تقديتها. دابا غنغسلها ونقطعها صافي، غير حيدوا لها داك كاين الربيع ولا شنو، المهم هداكشي اللي تيكون فيه هنايا حيدوه بزريعته وكلشي ليه، وجيبوا فيه الماليمونتيغ وجمعوها عليها مزيان، ما يدخل لها لا برد لا والو، كتبقى هي هي. تساؤل اخر جاني على الخضره، قالت لي واحد الاخت كان كنجيب خضره غير ديال السيمانه وكتخسر ليا، كيفاش انت ما تخسرش؟ انا الخضره ملي كنديرها في الثلاجه ما كنساهاش، كنبقى مره كنضرب فيها الفقد كما تنقولوا، الا لقيت شي وحده خامجه كنحيدها. كندير داك الورق النشاف كنفرشو لتحت في ديك الكوربه اللي كندير فيها الخضره، وكنحط كنحط الخضره اللي كان بحال المطيشه، ما كنديرهاش المطيشه بزاف ما كتخسر، كنديرها في الشبكه وكنسرحها. لقيت شي مطيشه وحده خسرات كنحيدها، خيزو ما تيخسرش كيبقى عندي مزيان، يعني الخضره ما كتخسرش، 15 يوم كتبقى الخضره زوينه صافي. انا غادي دابا نرد الغدا، نقطع بصله وندير اللحم الراس في الكوكوط، يتقلى هو بديك البصله وشويه الملح وشويه الخرقوم، ورجع ان شاء الله معكم. ونسيت، هو اللحم الراس كيواتيه الحمص بزاف، جبت هنا غير واحد 3 دراهم ديال الحمص، بيتها مرطبه غادي نديرها حتى هي، نعاود مازال نشللها صافي. كما كتشوفوا البنات انا درت اللحم الراس والبصله والملحه والخرقوم، وغادي نردو يتقلى على خاطرو حتى ديك البصيله تولي دايبه طايحه، وغنسد عليه بوحدو واحد تقريبا واحد ربع ساعة عاد نرمي الخضرة، حيت هو شي شوية قاصح، هو شي شوية غيشد ليا الطياب، ماشي بحال اللحم، واحد شوية غادي يبقى شاد ليا الطياب، ما غنسدش عليه بزاف، غير شي تقريبا شي 10 دقائق ولا 15 دقيقة، هادشي اللي غنسد عليه، ديك الساعة نرمي الخضرة وهانتوما معايا. صافي هو كيما كتشوفوا البنات، هو قليته مزيان، وباقي غنزيدو واحد شوية، زدت هنا البزار وسكينجبير اللي زدت، ما درتش السمن، غنديروش باش تجيني غير ديك النسمة ديال اللحم الراس طارخة في البلبولة، كتجي غزالة وزوينة. غنزيد نقليه واحد شوية، غنروي واحد الإطرات الماء وغنسد عليه ونرجع إن شاء الله. بالنسبة للبلبولة أنا ما دايرش ديك البلبولة ديال هاديك العادية، داير البلبولة مكسكسة بحال الكسكس ومكسكس، كتجي ساهلة في التصفوار وما ما تخافي منها ما والو، وراه واقيلا فيتا حاطة فيتا حاطة كسكس بالبلبولة العادية، انا غنشوف في القاعد حتى فيتا حاطه كسكسو بالبلبوله. المهم هاد الهادي راه موجوده في لي سوبر مارشي، موجوده في الهري، ومر ما غالياش كدير 10 دراهم الكيلو، كنجيب انا غير نص كيلو، دابا غندير قل من نص كيلو صافي. انا غادي نرد هذا يكمل التقليه ديالته ونرجع معكم صافي. انا سديت عليه غير واحد 10 دقائق كما قلت لكم، غادي ندير ديك الخضره وندير الحمص. صافي وغادي نردو فوق البوطه، وما نسدش عليه حيت غادي نبدا نفور في البلبوله. دابا غادي ندير هاد التفويرات، ما تجي فين تفور هي،
تيكون طابك الخضره وكلشي، حيت الخضره فتيه ما كتاخذش الوقت بزاف باش تطيب. ما غاديش نزيد الروه، درت داك الاطر هو اللي غادي نخلي، وغادي نزيد مطيشه ان شاء الله والربيع نقبط وقرعه مني قرب يطيب في الفوره الثانيه ان شاء الله. وانتم معايا، هذا هو الكسكسو د البلبوله البنات، هو هذا غادي نشدو، ما غندير ليه ما طيب لا والو، غندير ليه غير ما بارد ونفزقو هكا، ما نفزقوش بزاف، غير غادي ما غنخليش ليه المعاين زعما بزاف ولا، ندير غير هكا. راه هي البلبوله اللي عطيتوها الماء بزاف، راه ملي تبغيو تسقيوها ما تشربش لكم داك الماء، يبقى لكم الماء في الجناب القصريه، ما تشربش داك الماء كامل، يعني عطيوها الماء غير غير بالعقل. صافي نخليها دابا واحد شويه هنا تتنشف، واحد 5 دقائق هكا تنشف، وندير هاد الفور في الكسكاس، ندير الفوره الاولى وان شاء الله الفوره الثانيه والثالثه نسقي عليها بحال السميده. صافي دابا غادي نبدا نفرتت فيه هكا، ندير غير هكا صافي، غنديرو في الكسكاس وغنديرو الفور تقريبا واحد نص ساعه تقريبا هكا، الاولى تكون شي نص ساعه. صافي انا غنديرو في الكسكاس وردو الفور كما قلت لكم، ها هي الفوره الاولى بسم الله. درت لها هاد الغراف تاع المعامر، عندي انا عندي قل من نص كيلو، ما نعطيكمش القياس الماء حيت يقدر الواحد يدير كميه كبر منها، يدير صام من هاد الشيء درت ديال البلبوله. نزيد واحد شويه، حس باقا ناشفه في يدي، انا غنشوف الا ما كنتش حاطه الاخرى في القناه ديال البلبوله العاديه ديال التشيشه اللي كتباع في الحانوت، نعاود نحطها لكم حتى هي باش يكونوا في القناه جوج، يكون اللي بغى يدير هاد الكسكسه يديرها واللي بغى يدير الاخرى يديرها. صافي غنخليها هكا تنشف واحد شويه ونديرها تفور الفوره الثانيه ان شاء الله. هذه هي الفوره الثانيه، ما غنكثرش ليها الماء، ندير لها هكا ونخليها، وندير لها شويه الملحه شويه الزيت، صافي بارك الله، ندير لها شويه الملحه وشويه الزيت. ودابا غادي نمشي نقاد شويه ديال مطيشه نطحنها باش نزيدها، غادي نزيد واحد نص كاس الماء حيت بانت ليا الكوكوط ما بقاش فيها الماء، ها هي الكوكوط البنات، ها الروه اللي بقى، غادي نزيد غير نص كاس صافي على ما نطحن مطيشه ونديرها هنايا. هاد الكاسه كانوا نشد في المقادير ديال الكعكعات، غنحطهم لكم ان شاء الله مورا هاد الفيديو، داكشي باش ما طحنش مطيشه حط لكم واحد الكعكعات حلوين غزالين بزاف، وموراهم ان شاء الله نحطوا المالحين هكا بنكهات مختلفه ان شاء الله. كنت حاطه داك العام جوج، وهاد العام نحط عاوتاني جوج اخرين زوينين. نزيد الماء ونطحن المطيشه ونرجع معكم. صافي هذه الفوره الاخرى اللي غادي ندير دابا، ها كما كتشوفوا راه ما تعجنات ما والو، ما درت لها لا مسخون لا والو، راه هي الماء البارد باش كنت كنفكها، والاخرى درت لها شويه الزيت واحد تقريبا جوج معالق الزيت وشويه الملحه، غير الاخرى ملي كنخوي عليها الماء كنخليها واحد ربع ساعه عاد كنفكها حتى كتشرب داك الماء مزيان، ما كنزربش عليها بحال الاخرين. صافي دابا غادي ندير استشعار القرعه واحد شويه، انا غنحل دابا وندير الفوره الثالثه تفور اللي عليها غادي نسقي ان شاء الله، واحد الربيطه ديال الربيع غادي نديرها دابا حيت كنبغي الربيع نخليه هو الاخر باش كيعطيني ديك النسمه ديالته في الكسكسو كتجي زوينه. صافي ها الكسكسو هنا راه زدت مطيشه ودرت هذيك الفلفله راه كما كتشوفوا، غادي نزيد شويه الملحه حيت الطقس وقيتو ناقصه الملحه، وغادي نزيد واحد شويه ديال البزار، غنزيد شويه ديال البزار صافي، وغادي نرد باش ندير الفوره الاخيره ونسقي ان شاء الله. صافي ها الكسكسو طاب، غادي نهز واحد شويه ضروري لسيكوك موصلش ليا الروه، شاس بزاف هكا شويه وغنقادها، ما تبردوها كاع البلبوله غير قادوها وسقيوها، والكسكسو كله من الاحسن ما تبردوش بحيت بعد مرات ملي كنبردوه كيشربش لينا داك الروه. هو الناس الصوره ما درتش داك الشيء اللي زدت الروه، درت اطره وزدت واحد نص كاس تاع الروه وحكيت واحد ربحات المطيشات اللي حكيت. صافي نبدا نسقيو الاول واحد شويه هكا، عاد نحط الخضيره
نحيد داك الربيع بعدا. ذقتو لقيتو هو هذاك في الملحه، صافي ما عاودش زدت الملحه. ما تكثروش الروافق، كتكثروا باش يجيكم بنين. راه الا كثرتوا الماء بزاف راه ما كيجيش بنين. صافي انا غنسقي ونرجع معكم البنات. صافي كما كتشوفوا حبيباتي، ساليت سقيت، جا الكسكسو بنين بنين بزاف ما شهيتكم فيه. كنتمنى تجربوه نتوما ويصدق لكم زوين ويعجبكم يا ربي. هذا هو ديال القصريه ديالتنا، ما بخلت عليكم حتى حاجه كنعرفها. ان شاء الله انتظروا مني مملحات، انتظروا مني كيكات حلوين، انتظروا مني ان شاء الله لي مافين في المدرسه ان شاء الله قريبا. خليت لكم الراحه البنات، وفي امان الله.